الله يفرجها وإن شاء الله هيك نشوف البلد بأحلى حال بإذن الله. سوريا هيك تكون بخير وقائدنا بخير، وإن شاء الله الله هيك يرفع البلاء عن سوريا كلها. والله بحب عايد يا سيدي هالبلد وهالناس الطفرانة اللي عايفة حالها، اللي يا حرام مكسور خاطرها بهالعيد هذا. أكيد كل أبناء هالبلد إن شاء الله طيبين، بنعاد على الجميع بظروف أحسن من هيك بكتير. أمنياتي الله يفرج على الوطن العربي السوري ونرجع كلياتنا نلتم، كل مغترب يرجع لبلاده.